تكرم مصر اليوم قادة أكتوبر و... اسمح لي يا سريان، أنا عايز قبل التكريم، أنا عارف إن ماليش كلمة النهاردة، لكن اسمحوا لي إن أنا أتكلم بالمناسبة ديت، فاسمحوا لي أنا. اتفضل يا فندم. مع كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. تفضلوا استريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة زي ما أنا قلت كده ما كانش فيه كلمة مترتبة النهاردة خالص بالمناسبة ديت، لكن قلت هو أنا مش من حقي كإنسان إن أنا أكلمكم كإنسان مش رئيس لمصر عن مرحلتين، مرحلة أنتوا بتشوفوها دلوقتي عايشينها كلنا، ومرحلة كنا بنتكلم عنها دلوقتي. أنا من الجيل اللي ممكن يكون عاش المرحلتين، عشتهم وفاكرهم بدقة شديدة صدقوني، وأنا عشان كده مش كاتب حاجة، أنا هكلمكم كإنسان عشت المرحلتين. في كلام كتير اتقال في الفيلمين ومن القادة اللي اتكلموا، لكن في كلام لما بيتقال محتاجين ندوقه، مش محتاجين نعرفه، ندوقه نعيشه. أنا عشت تجربة هزيمة 67، كنت مش كبير قوي، وفاكر كل التفاصيل، فاكر كل مقال اتكتب في الوقت دوت، وفاكر قد ايه مرارة الهزيمة اللي عاشتها مصر. وبرضو احنا عايشين دلوقتي معركة لها مرارة، لكن الفرق بين المعركتين كتير. المعركة الأولى كانت واضحة، كانت معالمها واضحة، عارفين الخصم وعارفين العدو، وكمان عارفين إمكانياتنا بعد الهزيمة. صحيح احنا فقدنا الجيش سنة 67، لكن ما فقدناش الإرادة، ما فقدناش الإرادة. واتكلموا كتير عن القرار، لكن أنا عايز أقول لكم كان في الوقت ده زي ما قلت الصورة واضحة كده، تم إعادة بناء الجيش بشكل أو بآخر في إطار الإمكانيات والظروف. المعادلة الدولية في الوقت ده ما كانتش زي دلوقتي، يعني الحصول على سلاح في الوقت ده كان مختلف عن اللي احنا فيه دلوقتي. سنة 67 كان في معسكرين، مش هتقدر تاخد سلاح غير منهم هما الاثنين، يا من هنا يا من هنا. وحسب ظروفنا الاقتصادية وحسب توازنات كانت موجودة في الوقت ده تم بناء القوات المسلحة. لكن عايز أقول لكم على الرأي العام اللي كان موجود في الوقت ده، وكان رغم أن الدولة كانت كلها متماسكة وواضحة وبتتحرك مع بعضها، لكن مثال كان الرأي العام ضاغط جدا جدا على القيادة السياسية في الوقت ده أنه يتحرك عشان يحارب. طب هل احنا كنا في الوقت ده استكملنا استعداداتنا للحرب؟ وكتير من القادة يفتكروا سنة 70 وكلام كتير اتقال 71 بعد كده، وقد ايه كان بيتم السخرية، السخرية من الدولة المصرية ومن إمكانياتها. احنا المصريين كنا بنسخر منها وكنا مطلعين نكت على الكلام ده. ده واقع احنا عشناه في الوقت ده، وعشان كده لما بنقول الرئيس السادات كان يعني صاحب قرار كبير قوي بنقدره حتى الوقت لغايه دلوقتي وهنذكره، والتاريخ هيذكره دايما، ان هو خد القرار ده في ظل مقارنه قوات لضباط الجيش وللناس اللي عارفه يعني ايه حرب،
مقارنة قوات مش في صالحنا أبدا، وده أمر لازم تعرفوه كويس عشان الناس اللي لما يتكلموا عن المعركة ديت يعرفوا قد إيه الجيش المصري، قادة الجيش كانوا عارفين كويس قوي إن المقارنة مش في صالحنا. فرق القوة كان كبير قوي، بس مش معانا، كان مع الجانب الآخر، مع الخصم. وبالرغم من كده يعني معركة بكل المعايير وبكل الحسابات، يعني من أول ما قالوا على قناة السويس كمان مائي والساتر الترابي وخط بارليف اللي موجود فيها، كل الكلام ده ياريت نجيب مقالات اتكتبت في الوقت ده. في مقال وما كانش المقصود منه حاجة للكاتب الراحل العظيم اللي أنا بقدره محمد حسين هيكل، بصراحة بيتكلم عن تحديات العبور، ومن ضمن الكلام اللي اتقال في الوقت ده تفاصيل كتير عن قدرة وإمكانيات هذا الساتر وخط بارليف في منع أي قوات مصرية تعبر. وقال لك إن الروس قالوا إن الموضوع ده محتاج قنبلة ذرية لاقتحامه والتعامل معه. قنبلة ذرية؟ طب إحنا ما عندناش قنابل ذرية. وقال إن 30-40 ألف وقد يصل ل50 ألف من القوات اللي هتعبر القناة هيتم يعني استشهادها نتيجة العبور في ظل هذه الظروف. أنا عايز أقول إيه؟ إن القيادة السياسية في الوقت ده كانت مضغوطة جدا جدا بعدم اكتمال، في تقديري عدم اكتمال الصورة في نفوس الناس. وأنا متصور إن ده أكبر تحدي هيقابل أي قائد في أي وقت، إن الصورة ما تبقاش مكتملة في عقول الناس، كل الناس. إذا كنت عايز تحشد الناس معك لازم الناس تعرف التفاصيل وتعرف الواقع الحقيقي، لأن من غير ما نعمل كده يعني كانت طلبة الجامعة بتعمل مظاهرات عايزين نحارب عايزين نحارب. طب ما أنا لو عايز أحارب أو لو نزلت وشنيت أو خدت قرار بالحرب في الوقت ده وفشلنا تاني، كان مين اللي هيدفع الثمن؟ اللي عمل المظاهرة ولا اللي خد القرار؟ مين اللي كان هيدفع الثمن؟ جيش مصر وشعب مصر ولا الناس اللي ضغطت على القيادة عشان تاخد قرار مش مناسب في وقت مش مناسب؟ أنا بقول الكلام دوت لأن زي ما قلت لكم كده كتير من الأجيال على الأقل الست صفوف أو السبع صفوف الأولانيين ما تعرفش، ما عاشتش، ما دقتش واقع الهزيمة اللي مصر عاشته سنة 67 وما بعدها. الشعب المصري كله دفع الثمن زي ما قلنا قبل كده كتير، وكانت الناس مش بنقول كلام نكرره، إن الناس كانت مضغوطة ومحرومة وبتعاني ومفيش أمل. كان الشباب بيخش الجيش وكان في الوقت ده تحت السلاح، في الوقت ده كان تحت السلاح ما يقلش عن 1,000,000 فرد، 1,000,000 شاب. ما كانش عندهم أمل أبدا إن هم ممكن يخرجوا من الجيش إلا لما تنتهي المعركة. ما كانش عندهم أمل أبدا في بكرة، طب بعد الحرب ديت وبخسائرها المحتملة ويا ترى هنبقى قادرين على يبقى في بناء جوه الدولة يحقق أمل الملايين اللي احنا بنتكلم عليها دي. فاللي أنا عايز أقوله في النقطة بتاعت في مرحلة 67، الهدف من اللي أنا بقوله كله حاجة واحدة بس، استيعاب الناس للواقع الحقيقي اللي الدولة بتقابله عشان ينجحوا القرار المطلوب. وخلينا أتكلم على القرار بتاع اللواء باقي زكي المرحوم باقي في المهندس في فكرته. كان ممكن لو احنا الكلام كان بيتاخد ساعتها كده وحد يقول له المضخات الميه وانها ممكن تفتح ساتر زي كده بالعدد الكبير اللي احنا سمعناه ده، كان ممكن حد يسخر منه. لكن القياده قالت لك نعمل تجربه واذا نجحت نستكمل. في الوقت ده احنا جبنا مضخات كدولة من ألمانيا تحت ساتر إنها لوزارة الزراعة، لو حد يعني متابع الموضوع دوت، تحت ساتر إنها لوزارة الزراعة. إجراءات كانت بتتعمل في كل تفصيلة من تفاصيل الموضوع عشان الفكرة تنجح، لأن الفكرة هتفضل فكرة إلا إذا كانت تتخذ إجراءات
وإجراءات منطقية وموضوعية عشان تنجحها. لكن لو الفكرة بقت فكرة أو فكرة طرحت كده وما تنفذتش، تظل فكرة قابلة للمناقشة وقابلة للنجاح وللفشل، والتجربة فقط هي اللي تأكدها. أنا اتكلمت عن الفترة بتاعت 67 باختصار شديد، وعايز أقول للناس كتير، يعني هو كان احنا يعني لما نيجي نتكلم مع القادة يقولوا إن احنا كان المهمة يعني 15 كيلو 20 كيلو شرق القناة فقط، وكتير من الناس يقولك طب ليه انتوا ما كملتوش لغاية خط الحدود؟ واحنا كدولة وكمؤسسات معنية بالأمر، ما تقولش إن ده كان قدرتنا، ما كناش نقدر نعمل أكتر من كده، وكأن إن احنا نستحي إن احنا نقول كده. وده إشكالية كبيرة جدا في بناء فكرنا وبناء وعينا، احنا ما كناش نقدر نعمل أكتر من كده. يعني انت تقول الكلام ده وانت رئيس جمهورية مصر على الديسك والعالم كله هيسمع الكلمة دي؟ ايوه، عشان ادي القيمة لمين؟ ادي القيمة للجيش اللي كان عارف ده كله ونزل ينتحر من اجل الكرامة. نزل ينتحر، الحرب دي كانت حرب تعتبر انتحار. الكلام ده لازم الناس تدرسه وتتعلمه عشان تعرف يعني ايه دولة، والدولة بتقوم ازاي وحساباتها بتتم ازاي. لكن بالطريقة اللي احنا بنتكلم بيها مع بعضنا، شوف انا بتكلم بعد اكتر من 50 سنة، ما حدش قال الكلام ده بشكل علني وبشكل علمي للناس في مصر، ان احنا كان اقصى حاجة ممكن نعملها في الوقت ده هم ال20 كيلو دول. ليه؟ قدراتنا كده. وانا قلت في بداية الكلام أنا بكلم الجيش اللي بيسمع وبكلم الرأي العام اللي بيفهم، كناش نقدر نعمل أكتر من كده، لأن مقارنة القوات كانت كده، وقدرات الآخر الخصم اللي قدامنا كانت ضخمة جدا جدا. وبالتالي إحنا كان قدرتنا على إن إحنا نتحصل على سلاح كان محدودة جدا في ظل الظروف. وزي ما قلت كده، أوعى تحط الواقع اللي إحنا موجودين فيه دلوقتي في مصر والظروف الدولية على أنها كانت ظروف كانت موجودة من 50 سنة أو أكتر. لا، ده كانت دنيا تانية خالص، كانت دنيا تانية خالص. وعشان كده الجيش في مصر والقرار بتاع الحرب والنتائج اللي تحققت عليه هي معجزة بكل المعايير وبكل الحسابات، بكل المعايير وبكل الحسابات. إن الجيش المصري رغم كل التحديات اللي احنا بنتكلم عليها دي، ورغم شبح الهزيمة والتجربة المريرة بتاع 67، ياخد القرار ويخش ويقاتل ويصمد ويحقق أكبر هزيمة. وبالمناسبة، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا كان حد هيديكوا الأرض إلا بعد ما داء ثمن الحرب الحقيقية، ثمن الحرب الحقيقية. في الوقت ده، في الوقت ده كان الخسائر كتير، وكانت دي أحد أهم الأسباب، وأنا بقولها دلوقتي بعد 50 سنة وأكتر، أحد أهم الأسباب اللي دفعت إسرائيل إنها توافق على السلام. أسر الضحايا سواء كانوا سقطوا قتلى أو مصابين كانوا بالألفات، وبالتالي ده كان بالنسبة لهم أمر غير مستعدين لتكراره مرة تانية. وإذا كان الجيش المصري قدر يعملها مرة، فهو هيبقى قادر يعملها كل مرة. يبقى القرار الاستراتيجي إيه؟ هما القرار الاستراتيجي إن احنا نعمل سلام مع مصر، نعمل سلام مع مصر ونديها أرضها، ويبقى النهاردة الباب ده قفلناه والخسائر دي مش هتتكرر تاني. أقول سؤال، هي الخسائر دي اتكررت تاني؟ خسائر 73 وحرب الاستنزاف اتكررت تاني؟
الإعلام يقول الكلام ده. لم تتكرر خسائر المواجهة المصرية الإسرائيلية في حرب الاستنزاف وحرب 73 منذ ذلك الحين وحتى الآن. يبقى كان القرار اللي هم خدوه بأن هم يتوافقوا معانا وأن هم يوافقوا على أن هم يدونا أرضنا في تمن مصر دفعته، جيش مصر دفعه، دفعه بالإرادة، مش هقول بالمخاطرة، المخاطرة الشديدة، بالدم اللي المصريين قدموه، سواء كانوا انتوا طبعا ما شفتوش المصابين اللي كانوا موجودين بعد 73 لان هم معظمهم دلوقتي في ذمة الله، لكن كان في ناس كتير معاقين، كان في ناس كتير معاقين قعدوا خلال الخمسين سنة اللي فاتوا دول، يعني يرحلوا واحد تلو الآخر. لكن لو كنا قريبين من الحرب سنة مثلا 74 75 كنت هتشوفوا في المستشفيات وفي الوفاة والأمل كتير. طب أنا بقول الكلام ده دلوقتي ليه؟ لأن المعركة ما انتهتش، المعركة ما انتهتش، المعركة ما زالت موجودة بمفردات مختلفة. كان الأول العدو واضح والخصم واضح، دلوقتي لا، دلوقتي بقى مش واضح، بقى معانا وجوانا. واستطاعوا بالفكر، استطاعوا بالفكر ان هم ينشئوا عدو جوانا يعيش بقتلنا، يعيش بقتلنا ويتبني بهدمنا. وبعدين جزء كبير من التحدي هو بناء وعينا، بناء وعينا اللي انا بعتبره هو العدو الحقيقي، الوعي المنقوص او الوعي المزيف اللي كتير بيحتاج مننا، مش بس على مستوى النخب او المفكرين والمثقفين والاعلاميين، على حتى على مستوى ناس اكبر من كده، ان هم اذا كانوا مهتمين بحفظ البلد دي وحمايتها ان هم يدركوا الصوره الكليه للواقع اللي احنا فيه. احنا بنسمع كلام كتير مترتب، وانا قلت الكلام ده قبل كده، مترتب قوي، لكن لما نيجي نتكلم في تنفيذ نلاقي المواضيع بعيده خالص عن الكلام المترتب. ويا ما سمعت كلام مترتب في واقعنا ومستقبلنا. هقول لكم كلمه، انا دايما اقول 2011 هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، علاج خاطئ لتشخيص خاطئ. قدموا للناس صورة على إن الأمور بتتغير كده، نغير ده ونجيب ده خلاص العصاية السحرية موجودة هتحل المسائل. أبدا، والله أنا أكثر، يعني أنا صادق بصفة عامة، لكن أنا أكثر مرة أتعامل معكم وأتحدث معكم بكل الصدق اللي أنا بعتقده، لأن الصدق ده إعلام ربنا برضو، وممكن أكون فاهم غلط، لكن أنا من 60 سنة أو أكثر أو أقل شوية 55 سنة وأنا متابع مصر حتة حتة في كل تفاصيلها، في كل ظروفها، في كل أسباب تعثرنا. عشان أبقى وأنا بتكلم وأنا بجابه الواقع ده عندي الإرادة للقرار اللي ناخده عشان ما أخدش مصر وأوديها أدخلها في الحيط زي ما بيقولوا كده. اللي أنا عايز أقوله باختصار شديد إن المعركة ما انتهتش، معركة الأمس كان لها شكل وكان عدوها واضح، دلوقتي المعركة ما بقتش كده، بقى العدو جوانا وبقت في أدواتها اختلفت كتير، والثمن اللي بندفعه يعني احنا في 67 ل 73 6-7 سنين قتال، احنا النهارده داخلين في السنه السادسه تقريبا، داخلين في السنه السادسه تقريبا. صحيح ان حققنا نجاح كتير وتقدم كبير بالنسبه للمعركه ديت، لكن المعركه الاكبر منها يا ترى احنا الصوره الكليه بتاعت الواقع اللي موجود في مصر بتتطور بتطورات الواقع اللي احنا
أو بالتطورات اللي بتحدث فيه، ولا إحنا انشغلنا عن ده وما بقاش جرعات الوعي اللي كانت بتتم في الجيش على سبيل المثال في الشهور والسنين اللي فاتت بعد 2011 اللي كان في لقاءات مستمرة من نخب ومفكرين ومثقفين ومن القادة وهدفهم كله إن هم يحشدوا الفهم للواقع اللي احنا موجودين فيه. يا ترى احنا مستمرين في ده ولا احنا اطمننا خلاص، سواء كنا في القوات المسلحة أو الداخلية أو حتى في الجامعات، يا ترى احنا مستمرين على ده ولا خلاص قلنا الأمور هديت والمعركة خلصت؟ لا، المعركة الأمور ما هديتش والمعركة ما خلصتش. وأنا مش بقول الكلام ده بستدعي يعني تخوفكم، لا، أنا بس بقول كده لأن أنا كإنسان منكم طلع يتكلم عن الواقع أنا كنت هقول الكلام ده حتى لو أنا مش في المكان ده، كنت هقول لكم خلي بالكم إن إحنا محتاجين دايماً الصورة الكلية والوعي الحقيقي لما نحن فيه يكون متصاغ جوه عقول ونفوس المصريين الأسوياء. اللي مساوي ده ملوش حل، ما مش هنقدر يعني قلت له حقيقة ما قلتلوش حقيقة هو مش هتغير. فأنا بتكلم على الكتلة الصلبة من المصريين. يعني لما تعرفوا إن سنة في الخمسينات كان سكان مصر 20 مليون، 86 بقى 50 مليون، 2016-17 بقى 100 مليون. هو ده مش تحدي كبير قوي قدام مستقبل مصر؟ محدش بيتكلم ومحدش بيقول للناس في كل حتة إن يا جماعة إن استمرينا بالطريقة ديت مفيش أمل حقيقي في تحسن حقيقي للواقع. عايزيني أقول لكم كلام جميل؟ لا لا، شوف أنا بقول لكم تاني أهو، كان سنة في الخمسينات يعني 51-52 عدد سكان مصر 20 مليون، يعني بعد 36 سنة 86 بقوا 50 مليون، النهاردة بنتكلم في 100 مليون. طب يعني احنا بعد ما كنا بنتضاعف كل 35-36 سنة دلوقتي احنا نتضاعف كل 30 سنة ولسه. هل ده ممكن في دولة تقوم في ظل هذا التحدي؟ طب ازاي لما يكون عندك 22 مليون بيتعلموا؟ هيتعلموا كويس ازاي؟ طب هيلاقوا شغل وانت بتضخ في سوق العمل كل سنة مليون؟ ازاي يعني؟ فما حدش بقى يعني لما ما حدش هيشكل الصورة ديت للناس ويوضحها ويصر عليها في كل لقاء مع السادة الوزراء، ليا مقدمة من ساعة ما توليت الأمر لغاية دلوقتي. المقدمة دي كانت الهدف منها إن أنا أقول لهم أنا بشكل فهم عندي لكم، وأنتم حق الناس اللي شغالين معاكم في كل قطاع وفي كل وزارة إنهم يسمعوا الاسطوانة دي. ليه؟ عشان نشكل وعي حقيقي بحجم التحدي اللي احنا بنعيشه. أنا بقول لكم الكلام ده كلكم وعارف إنه هيوصل للمصريين. تقول طب واللي أنت اللي بيتعمل ده كله مش كفاية؟ أقول اللي بيتعمل ده كله لو ما كانش وعي المصريين يحوط عليه يضيع. أقول تاني؟ كل اللي بيتعمل ده وزيادة قده 100 مرة لو ما كانش في وعي وفي كتلة تخاف على بلدها في الجيش وفي الشرطة وفي أجهزة الدولة وفي الجامعات ولاد الرأي العام في مصر، وزي ما قال له كده ما تفكرش في نفسك وفكر في بلدك. لو ما كانش الكلام ده يتشكل ويترسخ في نفوسنا أي حاجة تتبني ممكن تتهد، أي حاجة تتبني ممكن تتهد. فالمعركتين، معركة 73 أكتوبر هي معركة، ومعركة عظيمة ورائعة ورجالها موجودين معانا وليهم مني كل التقدير والتحية والاحترام والشرف على اللي عملوه في وقت زي ما كنت بقول كده ما كانش حد في الشعب المصري بيصدق. لما كنا يبقى ماشيين كده في الشارع
كنا نسمع موسيقى خاصة بالبيانات العسكرية. ما كانش في تلفزيونات كتير ساعتها، وكان كلها أجهزة راديو، فمجرد بس الموسيقى دي ما تذاع تبص تلاقينا كلنا وقفنا عشان نسمع البيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن كلنا، كل اللي ماشيين في الشارع صغير كبير يقف يسمع البيان ده. الكلام ده في أثناء حرب الاستنزاف، وأثناء حتى في أصعب أوقات الهزيمة كنا بنسمع ده، ومستنيين أي شمعة أمل تتعمل من خلال البطولات اللي اتقدمت من معركة راس العش والجزيرة الخضراء وشدوان وإيلات والكتاب اللي عدت بعد كده في قبل وبناء حائط الصواريخ. كل الكلام ده احنا عشناه كشعب، وعشان كده بقول رغم انه الفرق في القوة كان فرق هايل، وبقوله كده ده ما يعيبش مصر يا جماعة، ما يعيبش جيش مصر، بالعكس لازم تقولوه ده ما يعيبش جيش مصر. يعني انا بقى راكب عربية سيت وانت راكب عربية مرسيدس، ولما اسبقك ولا بقى جنبك حتى ما تقوليش برافو، قولوا برافو. ايوه كانت الحكاية كده، وانا لا استحي ان اقولها الحقيقة، الحقيقة كانت كده، دي عربية سيت ودي عربية مرسيدس، مين يغلب؟ ده تطير العربية المرسيدس. ده مين اللي ياخد العربية السيت ويجري بيها السبق ده؟ إلا إذا كانوا رجال، كانوا رجال. وعشان حتى نبني منطق وموضوعية وعلم حقيقي لدى اللي بيسمعنا، نعلمهم الحقيقة، العلم، العلم الحقيقي، إن الحكاية كانت كده وإحنا كنا كده، وبالرغم من كده عملنا كده، ودي المعجزة، وده الشرف، وده النصر، وده القرار. فكان لازم أتكلم عن النقطة دي وأستكملها بإن إحنا إذا كنا بنستلهم الروح والدروس والعظة من اللي حصل، خلي بالكم أن المعركة لم تنتهي، ولكن تغيرت الأدوات والوسائل، تغيرت الأدوات والوسائل. الكلام ده للجيش، الكلام ده للشرطة، الكلام لأجهزة الدولة، الكلام ده للجامعة، الكلام ده لشباب مصر. هنتخلى عنها ولا نقف معها؟ لا صحيح، هتتخلوا عنها ولا تسيبوها؟ الناس اللي قعدت 6 سنين في سنة 67 كانش بتاخد حاجة خالص، ولا كان هياخدوا حاجة، وبالمناسبة برضو ما خدوش حاجة. قعدوا من 67، اللي دخلوا الجيش سنة 67 يستشهد يا أصيب يا استمر لغاية الحرب ما خلصت، واستمرنا شوية وبعدين ابتدت الناس تخرج، بعض الدفعات تخرج. يعني 7 سنين ولا 8 سنين من أصعب ما يمكن على الناس في مصر في الوقت ده. وبالمناسبة احنا في لما نيجي نقارن ظروفنا الحالية بالظروف اللي أنا بتكلم عليها دي، فأقول لا، الوضع مختلف خالص عن الوقت ده، الوضع مختلف خالص عن الوقت ده. بس هي بقت الطموحات كبيرة قوي. أنا كلمتكم كمواطن مصري مش كرئيس لمصر، كمواطن مصري، وبقول لكم يا مصريين زي ما هم حافظوا عليها انتوا كمان تخلوا بالكم منها. وكل المطلوب حاجة واحدة فقط، الفهم والصبر، الفهم والصبر. نفضل نبني ونعمر، وكل ما تبقى زعلان ابن اكتر، كل ما حد يضايقك تبنى اكتر، وعندك مشكله كبيره انك عايز تقرا كتير وتتعلم وتفهم يعني ايه دوله،
عندك مشكلة كبيرة يا إنسان، ما قلتش أي حد، إنك تعرف يعني إيه دولة، بمفهوم الدولة، بتحديات الدولة، بمطالب الدولة. إنما لو اختزلتها في مطلب شخص لي أو مطلب شخص لأحد من حضراتكم، أمر سهل. الدولة حاجة تانية خالص. ولو أنا بقول لكم تاني، ولو أنا عندي يعني قدرة على إن الكلام ده يصل لكل طالب وتلميذ، في تلميذ وتلميزة في المدرسة، يفهم يعني إيه دولة، عشان يخلي باله منها، عشان البلد دي ما تنهارش بفعل شوية شائعات كاذبة وفوضى في التقديرات والتحليلات الزائفة. والله العظيم أنا بتكلم كلام حقيقي للواقع اللي احنا فيه. ناس مش عارفة حاجة في الدنيا، بتتكلم في الموضوعات. بلد فيها 100 مليون، موازنتها كلها قد ايه، يتبقى منها قد ايه للصرف على 100 مليون وتطلعاتهم ازاي يعني؟ طب يعني انت جاي في اليوم الجميل ده تزعلنا؟ لا لا، والله ما بزعلكم، والله العظيم انا ما بزعلكم، انا بقول لكم الحقيقه. الحقيقه كده، ظروفنا الاقتصاديه كده، ما فيش غير العمل والصبر، العمل والصبر. حد تاني ممكن يبقى يقدر يعمل حاجه تانيه غير كده؟ يا رب يوفق، يا رب يوفقنا كلنا ان حد يقدر يعمل حاجه تانيه غير كده. بقول بلد فيها 100 مليون هي موازنتها كام؟ يعني لما زاد البترول من 40 زي ما كنا بنشتريه من حوالي 7 8 شهور ل 80 85 دولار للبرميل، هي الدنيا ماشيه كده؟ هو ال 10 مليون عربيه اللي ماشيين في شوارع مصر بيستخدموا الميه ولا بيستخدموا وقود؟ هي محطات الكهرباء اللي شغاله في الدوله ديت عشان نبقى احنا قاعدين في النور ده في كل حته في مصر، شغاله بال دكتور شاكر فين؟ شغاله يا دكتور شاكر؟ ما تقول لهم الفرق. انت تقعد تشكيل الفلوس، الفلوس انت وزير البترول. ايوه، كلموا الناس وقولوا لهم، قولوا لهم الحكايه ايه؟ الحكايه ايه؟ الحكايه حكايه كبيره جدا، لن مش هتتحل الا باراده المصريين والعمل 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 والصبر. غير كده يبقى احنا بنضحك عليكم وبنقول لكم كلام. هتقول الله، ما انت قلت لنا 30 26. ايوه 30 26، هوريكم بفضل الله، بفضل الله دوله ثانيه، دوله ثانيه. كام يا دكتور الوقود يا دكتور؟ افندم كام الوقود يا دكتور بتاع المحطات؟ لا احنا يعني السنه دي المفروض تبقى، لو احنا شغالين على 3 دولار من مليون، احنا حاليا الوقود محتاجينه حوالي 90 مليار جنيه. طبعا احنا التكلفه بتاعت انتاج الطاقه الكهربائيه دلوقتي الكيلو وات ساعه حوالي، على اعتبار برضه 3 دولار من مليون وحده حراريه، حوالي 104 قرش. احنا اكتر حاجه بنقدر نحصل عليها يعني في المتوسط 83 قرش. الفرق بين الاثنين 37 مليار جنيه. بزياده يعني لو اترفع علينا سعر الغاز الطبيعي لو وصل ل 4 جنيه ونص، هيتضاف على هذا الرقم 37، بيتضاف عليه ثاني 40 مليار جنيه. يبقى مقدار العجز ما بين الفلوس اللي بنحصلها على اللي بنصرفها فعلا تصل لحوالي 77 مليار جنيه. انا بس حبيت اسمعكم ده رقم للكهرباء. لو وزير البترول موجود معانا كمان يقول لنا حجم الدعم للوقود حتى بعد ما زودناه. يعني احنا زودنا مره واثنين وثلاثه، حتى بعد ده. انا امبارح كنا راجعين من المشوار بتاعنا، فقلت له قول لي احنا كده هنبقى رايحين فين. فبعد ما زاد الوقود بالطريقه ديت رايحين فين؟ ف يعني انا قلت الرقم، حاولوا اجمالي كده اللي قالوا لي 125 مليار جنيه دعم، دعم مش كده؟ تمام يا فندم. انت قلت 124 ونص. مظبوط. انا قلت بقول 125 للناس تحفظ. طب وانا هجيبهم منين؟ مش انا، مصر هتجيبهم منين؟ الا هو انتوا هتسيبوني لوحدي ولا ايه؟ لا صحيح، اوعى تكونوا فاكرين انا عايز اغلي حاجه. لا 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 لا, لا.
انما انا عايز اقول لكم يعني البلد دي ماشيه في ظل ظروف. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى، انا قلت لكم الموضوع ده مره واثنين قبل كده، نجاها في 2011 والسنين اللي فاتت دي، يعني مش لا جيش ولا شرطة ولا فكرة ولا لا، هي إرادة إلهية قالت مصر ما تقعش. هو قال كده، مش 125 مليار؟ طب السولار بكام بس؟ السولار بكام؟ معدي 9 جنيه دلوقتي اللتر تكلفته، واحنا بنبيعه بخمسة ونص. طب اتفضل. أنا عايز أقول لكل زميل مش حاسس إن مصر بتديله حاجة. أنت بتتكلم تقريباً في 50% من ثمن السولار. يعني كل عربية نقل ماشية في الشارع وكل ميكروباص وأي عربية بتستخدم السولار بتاخد الحاجة بنص ثمنها. مين اللي بيديله النص التاني؟ مش أنا. أنتوا. وبالمناسبة أنتوا والمستقبل. انتوا ايه ومستقبل البلاد، لان طول ما احنا مكبلين بالدعم لاي حاجه في مصر عمر البلد دي ما هتقدر تحقق الاهداف اللي انتوا بتتمنوها. مفيش حد في العالم المتقدم اللي انتوا عايزين تقارنونا بيه بيعمل كده. مفيش حد بيعمل كده. خلاص الكلام بس عشان ما اطولش عليكم اكتر من كده. الايام بفضل الله سبحانه وتعالى، الايام اللي احنا فيها ايام جميله، والاحتفالات دي احتفالات عظيمه بتفكرنا وبتستدعي ذكريات رائعه لشعب عظيم وجيش عظيم ومؤسسات دوله كلها تكتفت في الوقت دوت عشان تضع الدوله في ظروف اقتصاديه للحرب، من اول الوزارات المختلفه لغايه القوات المسلحه كان كل ليه دور بيقوم بيه في اعداد الدوله للحرب لغاية الوضع اللي احنا موجودين فيه ده. بس انا حبيت اقول لكم تاني يا كل المصريين، يا جيش القادة لو سمحتم انزلوا تحدثوا مع يعني مرؤوسيكم الملازم، تعامل مع فصيلتك وتكلم، بس قبل ما تتكلم لو سمحت شكل فهم للي انت هتتكلم فيه، مش تشكل رأي من عندياتك. لا اقرأ وتعلم وحط الصورة الكلية مع بعض وقول لزمايلك، زمايلك ده الجندي اللي موجود معاك، فهمه عشان يصمد معاك. وقائد السرية وقائد الكتيبة وقائد اللواء وقائد الفرقة يفهمهم يعني ايه واقع احنا بنعيشه، والواقع ده بيحتاج مننا ان احنا نبقى دايما كده، دايما متماسكين كده كل الدنيا. ومحدش يتصور انه من غير الوعي الحقيقي ده في المعركة اللي احنا ماشيين فيها دي، ومعرفة ان العدو غير أشكاله وخلى زي ما قلت كده يبقى جوانا، يبقى مننا. شوفوا لما ناس بتبقى في كل أملها وفرحتها إنها تقتل، يا ترى الفرق بين هشام عشماوي إيه وأحمد المنسي ايه؟ أنا بقول لكم بس الحكاية، ما هو ده إنسان وده إنسان وده ظابط وده ظابط. والاثنين كانوا مع بعض في وحدة واحدة. الفرق بينهم ايه؟ إن حد منهم اتلخبط وممكن يكون خان، وحد تاني استمر على العهد والفهم الحقيقي لمقتضيات الحفاظ على الدولة المصرية وأهل مصر. ده قدم وبنسقف له وبنبقى بنبص له كده بملء العين، والتاني عايزينه عشان نحاسبه. عايزينه عشان إيه؟ فأنا بس عايز أقول لكم يعني تاني مرة تانية لو سمحتم، الحالة اللي إحنا كنا شغالين بيها قبل كده، أنا بتكلم على كل الدولة، من فضلكم احشدوا الفهم، احشدوا الوعي. كل اللي انت بتتكلم ده في الوعي. ايوه هي دي القضيه.
قضية الوعي. هو الفرق بين الإيمان وعدم الإيمان إيه؟ اتأسس على فهم حقيقي للقضية، فاللي فهم كويس آمن، واللي كان مشوش لأي أسباب أخرى في وقته ما آمنش. فكل سنة وأنتم طيبين، وربنا يا رب معاكم، ومعادنا 30/6 لو أنا عايش إن شاء الله تشوفوا إيه الحكاية. شكرا جزيلا.